بقى كده طيب. نتكلم على معادلات الحركة الاهتزازية، تمام؟ تمام. هنتكلم على أنواع الاهتزازات. في عندي 3 أنواع من أنواع الاهتزازات، كويس؟ تمام. النوع الأولاني دوت اسمه الاهتزازة الحرة، الاهتزازة المغذاة أو القصرية، ده النوع الأولاني اللي هو ده، كويس؟ النوع ده الاهتزازة الحرة أو القصرية دوت زي بالظبط يا محمود بندول الساعة وزي المرجيحة. النوع ده أنا لازم أدي دفعة، بالظبط. أدي دفعة لازم أدي دفعة البندول البندول للبندول بتاع الساعة عن طريق قوة كهربية، وإلا لو أنت البطارية فاضت بتلاقي البندول بيوقف، أو زي تمام. المرجيحة يعني كده عاوز لما لازم تزق الشخص فبالمرجيحة زقة بسيطة عشان يظل المرجيحة شغالة. هنا لازم الزقة أو الاهتزاز تمام. تغذى، ولازم تكون بالعافية قصرية. يعني إيه؟ يعني بقوة معينة، لازم أنا أدفعها بقوة معينة عشان تستمر. طب لو ما استمرتش هيحصل إيه؟ هيحصل لها اضمحلال وتبدأ تحصل لها بعد كده هو إيه؟ إن هي تقف. يحصل لها زي ما أنت شايف في النوع التاني، الاهتزازة اللي هي الإيه؟ الاهتزازة الايه الحره مخمد. المخمده دي. الاهتزازه الحره المخمده ديت زي ما انت شايف المنحنى بتاعها ده المنحنى بتاعها، بتبدا الاهتزازه كبيره من هنا ايوه وتبدا الاهتزازه تقل بعد تقل، كده تقل. وبعد كده هو هنا تقل، وبعد كده تقل اكتر، وبعد كده تقل اكتر لغايه ما تنتهي تبقى مخمد. تبقى مضمحله. بتكون الاهتزازه بتواجه مقاومه، مقاومة هواء، مقاومة الجاذبية الأرضية، فتبدأ تاكل من قوة الاهتزازة لغاية ما تبدأ تخليها في وضع إن مفيش اهتزازة. كويس؟ دي الاهتزازة تمام. الحرة المخمدة، وده اللي بيحصل في الوضع الطبيعي في الحياة. في نوع تاني من الاهتزازة هو ده غالبًا اللي بناخده في كل المسائل بتاعتنا، نوع مثالي كده حلو. بيفترض إن الاهتزازة بتظل على وضعها، بيسموها الاهتزازة الحرة الغير مخمدة. الاهتزازة بتظل على وضعها أهو، تظل على وضعها مفيش أي تغيير فيها لما لا نهاية، لا في مقاومة اللي هم دي اللي هي بتبقى على الورق، اللي هي نظرية نظريا. بس الله ينور عليك، بتحصلش في الحقيقة. ما حصلش في الحقيقة، بتبقى نظريا بس. دي بيسموها الاهتزازة تمام. الحرة غير المخمدة. فتجي لك الناس سؤال إيه أنواع الاهتزازة؟ هتيجي عامل الجدول ده، الاهتزازة القصرية أو المغذاة، الاهتزازة الحرة المخمدة، ثم الاهتزازة الغير إيه؟ غير مخمدة. ده هيجي في النظري، مهم برضك انك ايه تفهمه، تمام؟ طيب هنا بقى في حاجه بقى هناخدوها، عشان هناخده حاجه اسمها معادلات الحركه الاهتزازيه. بص يا باشا، عندي ازاحه اللي هي سميناها اكس. اكس دي افاضلها بالنسبه للزمن، للايه؟ للزمن. الزمن تتحول اكس اس ديت من اكس تتحول لعجله، تتحول لسرعه اللي هي ديت. طب في افاضل السرعه تانية بالنسبه للزمن تيجي متحوله لايه؟ للعجله. فاهم انت؟ فازاحه تمام. دي رقم واحد، زحل زمن وسرعة ازاحه سرعه وزمن. لا ازاحه تفاضل بالنسبه للزمن تتحول سرعه، السرعه بالنسبه هاي للزمن والسرعة. تتحول العجله، تمام؟ يعني مثلا تمام. ايه، انا كل ده بيتم يعني مثلا السرعه تفاضل مره واحده بالنسبه للزمن، طب العجله تفاضل مرتين الإزاحة بالنسبة للزمن، تمام؟ تمام. طيب مع حضرتك. دي معادلات. طب ايه بقى المعادلات الحركة الاهتزازية عشان بس ايه قبل ما ايه نفهموا القصة ايه؟ معادلات ثابتة. دي معادلات معينة، 3 معادلات، الإزاحة رقم 1، السرعة في رقم 2، العجلة ايه رقم. العاجل طيب السرعة احنا ما عندناش ازاي تثبتها، انت عندك المعادلة بس تفهمها، 3 معادلات دول. شايف السطر الطويل ده بالقوانين بتاع الزمن الدوري اللي هو ده اللي تحت ده؟ الله. اتنين لازم. اتنين ايوه، باي لازم لازم جذر ام الكلام على ده كي. تكون حافظه عشان تحل بيه المسائل اللي هناخدها دلوقتي. طيب اول حاجة تمام ان بتاعها شاء الله. اكس،
بتساوي كده الإزاحة اللي هي دي. بيقول لك ايه؟ الإزاحة بتساوي ايه؟ كوزين دبليو دوت تي زائد فاي. ايه بقى اكس؟ اكس دي الإزاحة بالمتر. كويس؟ طيب ايه تمام. هي ايه؟ قال لك هي اقصى اهتزازة بالمتر. يعني لو احنا شفنا الاهتزازة مثلا، اوريك انا قصة بس، لو احنا شفنا الاهتزازة ديت اقصى اهتزازة بالمتر، اقصى اهتزازة بالمتر يعني مثلا ايه؟ لو احنا ايوه بس عشان بس اجيب لك القلم، لو الاهتزازة عاملة كده، شايف انت فوق الاقصى اهتزازة، يا فوق المنحنى. وهي عاملة كده اهوت وكده اهو، اقصى اهتزازة ايه؟ هي المسافة بين هنا، المسافة ديت بين هنا هو لغاية المسافة ايه؟ المسافة ديت، اللي تحت. دي بيسموها اقصى ساعة اهتزازية، ودي بالمتر. خلاص. اوميجا دوت دي تمام. هي السرعة الزاوية، اللي هي دي اوميجا دوت، اللي هي السرعة تمام. الزاوية. الزاوية. نشوفه كده بس، اعملها لك كمان احمر. السرعة الزاوية اللي هي دي، تي الزمن، فاي بيسموها الازاحة الزاوية، فاي اللي هي دي اسمها تمام. الازاحة الايه؟ الزاوية. خلاص. زاوي. ايوه الازاحة. تمام. شوف بس في حد جاي بس تاني نجيبوه. ماشي. الازاحه الزاويه ديت الازاحه، الازاحه الاهتزازيه. طيب هنفضلها بالزمن، تديني السرعه في بتساوي سالب اوميجا دوت اي ساين اوميجا دوت تي زائد فاي. تمام. تمام. هنفضلها مره تاني، تالت مره، مرتين كده بالزمن، يعني نفضل الازاحه مرتين، هيدينا العجله بتساوي سالب اوميجا دوت تي اي كوزاين في دبليو تي زائد فاي، او بتساوي سالب اوميجا دوت تربيع في اكس. طب ليه اكس يا استاذ احمد؟ ليه اكس دي؟ هو مش المفروض افضل السرعة مرتين؟ السرعة للزمن لا، وتديني السرعه العجلة تفضلها مره واحده يديك العجله. بص، تفضل دي مره واحده كده مرة واحدة، يديك العجله، تفضل انما الازاحه الازاحة ده في العجل. يديك السرعه، الازاحه تفضلها للزمن تديك السرعه، تفضلها للزمن تديك الايه؟ العجله. تمام تمام. طيب يبقى كده تمام المعادلات دي انت مش مطالب باثباتها، مطالب تحفظها عشان تدخل في المسائل. طيب تمام ازاي بقى اثبتها؟ لازم تبقى متعلم ازاي تفاضل الدوال المتجهه وحاجات كده مش عليك، او انت مش مطالب بيها. خلاص. هنبدا خلاص. نعمل مساله بتتكلم على الكلام ده. ادي المساله بتقول لك ايه؟ نابض مرن، ماشي، ثابت تمام. الكي بتاعته، اهي الكي بتاعته مديها لك، مثبت في نهايته كتله 100 نيوتن محترمه بكل متر. 1 كيلو اهو، وقال لك تمام. عجله الجاذبيه الارضيه 10 متر لكل ثانيه تربيع. احسب واحد، احسب الاستطاله المادية الاستطالة. اللي عليه، اثنين احسب، استنتج معادله الحركه النابض، واحسب السرعه، السرعه والازاحه. يبقى كده احنا هنضطر ندخله في كلمه ايه؟ معادله الحركه اللي احنا لسه متكلمين عليها، فاهم انت؟ يبقى هنستخدم ايوه معادله ايوه الحركه دي. كذلك احسب عجله الجسم وقوه ارجاع النابض عند ازاحه 5 سم. يبقى برضك هنرجعه تاني لفكره العجله، يبقى هو عاوز السرعة دي تحسب العجله وتحسب السرعه وتحسب، فاهم؟ تحسب الثلاث قوانين ايه؟ الثلاث معتمد. ثلاث معادلات دول، عشان كده لازم تحفظهم. طيب هو مديني المعطيات تمام. دي، الكي ثابت النابض، مديني المعطيات اهي، معطيات اهي، لازم ايوه ايوه الرسم ده. المعطيات هو الراجل مديني ثابت النابض، مديني كتلة الوزن، خلي بالك، ومديني عجلة الجاذبية الأرضية، ومديني إكس. تمام. هو دي المعطيات بتاعتي. تعال نشوفه إزاي تمام نحله. أول خطوة يا معلم عشان أجيب الاستطالة، ممكن أجيبها بطريقتين. أجيبها بكام؟ بطريقتين. طريقتين، الزمن الدوري الله ينور عليك، بطريقة والنيوتي. نيوتن. الله ينور عليك، بطريقة نيوتن وبطريقة الزمن الإيه؟ الدوري.
انا هوريهم لك وهم هيجوب لي نفس الطريقه، بس انت في الامتحان تمام. تجيبهم بطريقه واحده، مش مطالب تجيبهم بطريقتين، تجيبهم بطريقه ايه واحده. خلينا في الزمن الدولي. طبعا اصلك انا الزمن الدوري اهي، ودي ده دي الزمن الدوري ودي طريقه نيوتن، تعال نشوفوا دي ودي ويبقى براحتك. خلاص طيب بطريقه ماشي. نيوتن هترجع كده تقول له ايه؟ تقول له انا عندي قوتين، مفروض القوتين دول لما يبقوا متزنتين، كويس، قوتين متزنتين، قوة اسمها قوة كده بتاعة النابض اسمها اف، ماشي، اف اس، وقوة الوزن اللي هي ايه تحت اللي اف اسمها ام جي، ام الكتلة ام في عجلة الجاذبية الأرضية اللي هي الوزن. اوكي بقى، وثابت النار. ايوه الاثنين مفروض بيساووا بعض. طب الاثنين بيساووا بعض دول لازم الاف اس، ماشي، دي تساوي القوة قوة اف اس النابض، ايه تاني يا استاذ؟ معلش الاف اس قوة النابض تساوي الام جي. تمام. طب ليه الكلام دوت لازم يكون بيحصل؟ علشان الكتلة دي، شايف الكتلة دي؟ ها؟ ساكنة وثابتة في مطرحها. ايوه إذن القوتين بيلاشوا بعض ومحصلتهم مساويين لبعض. فالاتنين شبه بعض، زي ما يكون اتنين بيشدوا الحبل، واحد بيشد الحبل يمين وواحد بيشد الحبل الشمال، نفس والحبل القوة. ثابت، يبقى القوتين شبه بعض. إذن اف اس بتساوي ام جي. هنبصوا كده هنلاقوا تمام. ادي اهي، بص انا كاتبها لك اهي، الوزن اهو بيساوي قوة النابض، تمام، وبالتالي ماشي. تمام بيساوي قوة النابض. ممكن نشوف حد جه تاني؟ لا. طيب فعندي الاف اللي هي اف اس قوة النابض، ماشي، ادخل ده. طيب فعندي ده الراجل دوت الاف اس، ادي قيمته كيف اكس اس، لأن قوة النابض بيساوي ثابت النابض في الإزاحة، الاستطالة الناتجة من تعليق الثقل ده، تمام؟ تمام. واستوى على الجنب الثاني ام جي، كتلة في عجلة الجاذبية. رمي فيه. طيب أنا عندي الكتلة أهي، أنا عارفها 1 كيلو، عجلة الجاذبية الأرضية عارفها 10 متر كل سنة تربيع، وثابت النابض أنا عارفه أهو، بص ارجع كده هتلاقي ثابت النابض أهو أعطاني 100. مديها لك 100 أهي، أهي ما أنت 100 أهي نيوتن. أهي 100 نيوتن. أيوه تمام. خلاص، أنا كل اللي عاوزه أو الناتج اللي عندي هو القيمة بتاعت إيه؟ بتاعت ده إكس إس، وعندي كل قوة المعطيات، النابض. كل المعطيات اللي هنا إكس إس ديت، لأ اللي هي بيسموها الاستطالة، الستارة. الاستطالة، أيوة الستارة. بتاعت الاستطالة طبعا، عشان مش عارف يعني ايه دي اسمها الاستطالة، اكس اس الاستطالة الناتجة اللي هي من تعليق الايه، استطالة يعني من ناتجة من تعليق بقى الايه الثقل او كده، بنحسبها اهي، بنحسبها اهي، وبتنتج عندي 1 سنتي، واحد بس من 1.0 سنتي، يعني 1/10 من السنتيمتر، تمام. دي طريقة، مش دي المفروض متر تمام. يا باشمهندس؟ ايوه سيف معايا، مش المفروض متر؟ لا انا احب دق اعرف معالي بس. متر، مفروض متر. انا بقول لك مش المفروض متر. ايوه متر صحيح، معلش. ايه المفروض هنا؟ معلش عشان كنت عاملها في الوورد، هي صح متر بس ابقى اغيرها، ماشي ماشي. ماشي ماشي، بس استمر ايه عشان يعني هنقوله ايه من الالم.
ماشي، هتبقى دي كده متر، خلاص 1 من 10 متر، يعني تقريبا 10 سنتي. خلاص، دي الطريقة الأولانية بتاعة تمام. إيه؟ بتاعة نيوتن. خلاص يا جماعة، الطريقة الأولانية بتاعة نيوتن. الطريقة التانية هي طريقة قانون الزمن الدوري، اللي هو الرصة اللي أنت شايفها دي. شايف الرصة دي؟ فاهم الرصة دي؟ عارفها؟ دي قانون، دي قانون الزمن الإيه؟ الدوري. ماشي، فايه ديت انا هاخد بس فيها، هاخد فيها ايه؟ هاخد فيها دي عشان في كتله وفيها ثابت النابض اللي انا عارفه، وهاخد فيها ده، الاثنين دول مع بعض، عجله الجاذبيه الارضيه والمجهول اللي انا عاوز اجيبه اللي هو اكس اس. خلاص، وهطلعهم مع بعض اهم. هعلم دلوقتي على المعلومه عندي، كي عندي الكتلة عندي 1 كيلو، وكي عندي 100، عجلة الجاذبية بإيه؟ ب10، 10 نيوتن لكل متر إيه؟ 10 نيوتن لكل 10 متر كل ثانية مربعة. هو ده بس المجهول. خلاص؟ هبدأ إيه؟ هبدأ أجيبه، هقول أهو الإكس إس أهي بيساوي إم جي على كي. طبعًا عن طريق نظام الإيه؟ النظام بتاع اللي هو المقص. اكس اس هيساوي ام جي على كي، في الاخر هيساوي 1 في 10 على 100، هيساوي برضك نفس الكلام، معلش دي ايه بالمتر. خلاص تمام يا جماعه، تمام. انا لو انا عاوز اجيب بطريقه نيوتن، عاوز اجيب بطريقه القانون الدوري، انت براحتك اللي انت عاوزه ايه نعمله. يعني هل انت لازم تجيب بالطريقتين؟ مش لازم تجيب بالطريقتين. نبدأ نروح للتاني المسألة. يبقى كده جبت الاستطالة، فاضل استنتج معادلة النابض واحسب السرعة، ودي جديدة، مش عارف، مرة جعفر سألني عليها وقال لي استاذ احمد دي مش ايه، كان مش فاهمها او حاجة زي كده. تمام، هنبدأ نشوف الجزء الثالث. استنتج معادلة حركة النابض واحسب السرعة عند الإزاحة، كانت الإزاحة بتساوي 5 سنتي. خلاص، لازم يا جماعة نفهم ظروف بدء الحركة قبل ما نبدأ ندخل على المسألة، نعرف ظروف بدء الحركة. الجسم بدأ حركته، بدأ من السكون أستاذ بتساوي. أيوة، بدأ من السكون ومن مسافة على بعد 5 سنتي. يبقى لازم أفهم أول حاجة إن أقصى سعة هي نفسها الإزاحة اللي هي إكس، فعشان كده لازم أعوض عن إيه وإكس بنفس القيمة، بإنها بتساوي كام؟ 5. 5 في 10 أس سالب 2 عشان هي 5 سنتي، ولازم أحولها اللي هي ديت. إذن لو أنا جبت إكس هي نفسها قيمة إيه، يبقى كده لازم أفهم إن إكس هضربها في 10 أس 2 احولها للمتر. ليه؟ عشان بالمتر. الزمن، لأن هو في بداية الحركة الزمن بيساوي صفر، الزمن بيساوي صفر والسرعة صفر. والسرعة بتساوي صفر. هي دي المعطيات عندي، هدخل على المسألة واشتغل بالمعطيات اللي عندي ديت، لكن لازم أفهم. وخلي بالك هي ديت ظروف بدء الحركة في كل المسائل. ليه؟ إحنا بنفهمك الفكرة مش بنتفلسف عليك. فهي المسائل هتيجي بظروف بدء الحركة بتاعتها، إن تي في البداية بتساوي صفر، في بتساوي صفر، وإكس بيساوي إيه. خلاص، اشتغل على كده. في حاجات صح مش تمام. زي كده، بس دي في مستوى أعلى وفي ظروف تانية، يعني ممكن هنتفلسف عليك في حاجة، في مسائل تانية لما تكون في ظروف تانية، لكن احنا شغالين بكده، وهي المسائل هتبقى كده اهو. تمام، مع تغيير الارقام. خلاص، لكن الزمن هيبقى بصفر، السرعة بصفر، والايه بتساوي اكس. اتفقنا يا جماعة؟ ها، طيب ندخل على المسألة، نكمل المسألة. انتوا معايا ولا ايه؟ ايوه مع حضرتك. طيب ماشي ايوه ماشي ماشي ماشي، بس بتاع هنيك. طيب هنبدأ نحسب السرعة الزاوية. يبقى لازم، ليه بقى السرعة الزاوية؟ علشان انا عندي
شايف المعادلة دي؟ معلش عشان دي عاوز اقفلها. شايف لا المعادلة؟ ايه كوزاين لا لا، هي المعادلة، هي اللي اوميجا دوت. هي الإزاحة اهي، انا عامل عليها دايرة دي. في هنا هو سرعة زاوية اوميجا دوت، صح؟ لازم اعرفها، صح؟ ايوه طب اجيبها ازاي الاوميجا دوت دي؟ عن طريق قانون الزمن الدوري، اللي هو القانون ده اهو. فين اوميجا دوت؟ اي هاخد اخر اتنين في شايف القانون، دول؟ ايوه اخر اتنين في القانون. وانت عندك يا باشا ده، كل المعطيات ديت هنا هوت موجوده، وكل المعطيات بتاعت ده موجوده، اختار اللي انت عايزه. فانا اخترت اللي ايه، اللي هو ده. بص اللي هعمل عليه سهم، اللي هو ده سويته بايه؟ بده تمام. معايا؟ ماشي يا جماعه. سويت ده بده، هو ال 2 باي جذر ام الكتله ب 1 كيلو، الكي ب 100 هاي 1 كيلو. اهي، دي اهي هي دي تمام. 100 1 كيلو. خلاص، على 2 باي، هو مجددت مش عارف. على 2 باي المفروض اوميجا ديت انا مش عارفها، اوميجا دوت. خلاص، على اوميجا دوت، وهعمل مقص، تمام. هعمل مقص طبعا. ايه هعمل؟ ايه مقص؟ اذا 2 اوميجا هجيبها، هتجيبها بكام اوميجا؟ طبعا القيمه ديت هتبقى 1 على 100 جذر 1 على 100 1 على 10، تمام؟ يعني شايف انت تمام. الجزئيه دي؟ جذر الواحد بواحد، جذر الاوميجا ايوه ب 10، فبقت 1 على 10. المهم هبدا اعمل شويه رياضه. اذا اوميجا بتساوي 2 باي على 2 باي على 10، واعمل اختصار ده مع اختصار دوت، 2 باي في 2 باي 4 باي و وال10 يطلعوا لفوق، فاصبحت اوميجا ب 10 ريديان لكل ثانيه. وكده اوميجا دوت جبتها اهي، اوميجا دوت. صبر نعملها لكم بلون تاني كده. فاصبحت اوميجا دوت ماشي اهي، اوميجا ب 10 راديوس. 10 ريديان لكل ثانيه. هتعوض تعويض مباشر عنها في المعادله، اللي هي المعادله دي تعويض مباشر. اكس بتساوي ايه؟ كوزاين في اوميجا دوت تي زائد فاي. فاي احنا ايه اتفقنا المسافة؟ فاي بصفر. فاي بصفر ماشي، ويبقى اكس بتساوي ايه؟ كوزاين، لا مش هي بصفر، اللي احنا لان هي بتساوي ده ايه؟ مفهوم. هتساوي صفر عشان ظروف بدء الحركه، عشان ظروف بدء الايه؟ السكون. ايوه زي ما قلت لنا انت، السكون. ايوه. وبالتالي اوميجا اكس دي هتساوي 5، علشان دي البدايه، 5 في 10 اس سالب 2 في كوزاين هذا المسافة اهو. اوميجا اللي جبناها ب 10 في تي، وهو دوت السرعه، هو دي الازاحه قصدي، وديت الازاحه. طب فاي بصفر ليه؟ لان هي بظروف بدء الحركه الفاي بيساوي صفر. ليه؟ تمام. الفاي لو انت بصيت كده في القوانين السرعه، الفاي هي الازاحه الزاويه بريديان، الفاي هي الازاحه الزاويه ايه بريديان، وفي ظروف بدء الحركه ها الزمن بصفر، الزمن وفاي برضك بصفر. خلاص، يبقى انا جبت اول جزئيه اللي هي الازاحه، عاوز اجيب السرعه، تمام؟ قال لي هي ايه ساين دي. يبقى احنا دلوقتي عندنا 3 حاجات، ان فاي بصفر، اوميجا بتساوي 10 ريديان، اكس ب 10 ريال. ب 5. الناس معايا ولا تايهين ولا ايه؟ تمام. انا معاك يا استاذ، بجاوب اهو. طيب خلاص ماشي. المهم ايه؟ يبقى الثلاثة دولت، هبدأ السرعة، السرعة عندي ادي القانون بتاعها. هبدأ اعمل سالب تعويض، اوميجا دوت. ايوه تعويض مباشر بالثلاثة دولت، يعني اوميجا دي اهي، اوميجا اعوض عنها هي باوميجا اهي. بص الاكس اللي هلاقيها مثلا ايوه فاي بصفر، اعوض عنها بصفر ماشي، وابدا اعوض كده بالراحه، هيطلع لي القيمه ديت كده. جبت السرعه، السرعه بدلاله الزمن، تمام. يعني انا الزمن اجيب الزمن مثلا 1 ثانيه، اعرف الزمن السرعه بتاعتها قد ايه، 10 ثانيه. العجله
اهي العجله بص بتساوي القيمه دي اهي، هبدا اعوض اوميجا دوت بسالب يبقى بسالب 10، تربيع يبقى ده سالب 10 تربيع ماشي، واضربها في ايه؟ في اكس اللي هي 5، هتديني القيمه ايه ديت؟ ديت العجله بس بدنا بالسالب ماشي؟ تمام. اه قوه الارجاع بتساوي اف اكس بتساوي ام ايه، او اللي هي بتساوي ايه؟ الكي اللي هو بيعتبر بتساوي الكي بي 100 تضربها في اكس اللي هي 5 ماشي؟ 100 تيجي ضارب مثلا 100 اللي هي كي، كي اللي جبناها اللي هي بتساوي 100. أستاذ هو مش حاطين الإف في أول مسألة يا أستاذ. لا دي قوة، ايوه ما انت ممكن تجيبها يعني ممكن تجيبها زي ما انت عاوز، انت جبتها صح في الاول فممكن تجيبها او كده يعني مفيش مشكلة، احنا اهم هو حاجة عطاني في المسألة. تعرف السرعة وتعرف في العجلة، أيوه. فاهم انت؟ وبالطريقة دي تكون قدرت تعرف السرعة والإزاحة والعجلة وظروف بدء الحركة اللي هي جميل. ايه؟ اللي هو الجزء ده. وخلي بالك ظروف بدء الحركة كل الحركة هتكون فيها المعلومة ديت اللي هي ايه؟ ظروف بدء الحركة اللي هي اهو، ان الزمن بصفر، الفيز بصفر، الاكس بتساوي الايه، والفاي بصفر، ومن خلالها تبدأ تشتغل هو خز انت اعطتنا مسألة في المذكرة كده من غير اللي هي من حركة السكون، بتبدأ من حركة فعلية، ولا هي دي المثال لا الوحيد هي اللي دي عندنا في مسألة المذكرة؟ نفسها، هي المسألة دي اللي مستخدمين فيها المعادلات. هي السكون بس. وكمان بص المسألة طب أسهل انا مسألة، المسألة بتاعت طاقة الوضع وطاقة الحركة الاتنين مع بعض اللي اخدناها قبل أيوة كده، ما دي بقى المرة الجاية إن شاء الله سيف هديها لكم بإذن الله. إحنا أحمى لينا على هند. إحنا خدنا 3 تقريبا مسائل بس في الاهتزازات، مرة خدناها المرة اللي فاتت، ودي أيوة. مرة المسألة التانية، والمسألة التالتة هديها لكم اللي هي كده كده الاهتزازات كلها. وخدنا 3 مسائل في خلاص التبريد، تمام. وخلنا مسألتين في أيوة. حاجات كده يعني، فاحنا بناخدوها على المدار ايه؟ مدار المسافة الوقت بتاعنا إن شاء الله. طب يا استاذ احنا ما خدناش الا في دوره اوتو مساله واحده يا استاذ، هي فاحنا اللي خدنا كانت في اوتو المذكره قادر، وخدناها اه على قادر ديزل، هناخده دورة ديزل. خدناها. ما انا حضرت لا هديها لكم في ديزل، المراجعة دي. خدناها احنا ديزل. لا احنا خدنا المسألة في المراجعة دي جديده. دورة اوتو بس، ايوه، هناخده بقى ديزل المرة الجاية ان شاء الله اوتو يعني. بس ديزل ما خدناهاش. اه ان شاء الله هديكم ديزل بقى المرة الجاية بإذن الله. على امتى دي كده؟ مين اسف؟ بإذن الله. اه ان شاء الله، انتوا بس شوفوا كده، ولو في اي مساله فيها غموض فيها حاجه نشرحوها مع ايه مع بعض. انا بحاول احط لكم فيديو كمان بحيث ان انتوا تكونوا اللي انتوا يعني فلت منكم ولا حاجه ها تشوفوه في فيديو. أستاذ ما تشوف لنا أستاذ محمد حسن كده. ماله؟ طب استمر، هوقف التسجيل ماشي عشان نتكلم مع بعض. تمام.